السلام عليكم مرحبا ورحمة بكم. الله تعالى وبركاته، كديري لاباس عليكم؟ أحوالكم طيبة؟ نتمنى إن شاء الله يلقاكم هذا الفيديو وأنتم ناشطين وفرحانين وما ناقصكم التاخير إن شاء الله بحول الله. فيديو جديد نهار جديد، إن شاء الله غادي نشارك معكم هذا الفيديو واحد التحدي غنديرو كاملين، العائلة كاملة الصغيرة ديالي هي اللي غندير إن شاء الله غنديرو معكم هذا التحدي هذا. ونبغي نحيي واحد السيدة تنقول لك شكرا، كما فرحتيني بغيت لك بصف الجنه ان شاء الله بحول الله. شكرا لك بزاف، الله يسهل عليك، الله يسهل لك الامور، والله يعطيك كل ما نويتي بخاطرك. كاع البنات اللي كيفرحوني تنقول لكم شكرا، الله يسهل عليكم والله يعطيكم كل ما نويتوا بخاطركم ان شاء الله بحول الله. مبروك عواشركم، غادي نسبق لكم على ربما يعني ما نديرش لكم فيديو في العيد. مبروك عليكم ان شاء الله، تقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال. و صافي، ودابا ان شاء الله غادي ندوزو باش تشوفوا معانا التحدي اللي غادي نديرو ان شاء الله بحول الله. يلا خليكم معانا، راه كتشوفوا معانا النفاخات حمرناهم بالماء، اليوم كاينه حراره وقلنا غنديروا التحدي ديال هاد النفاخات اللي عامرين بالماء. يلا زيدوا. يلا بسم الله. بسم الله. السؤال الاول، السؤال الاول، ما هي عاصمه السنغال؟ السنغال بلاتي بلاتي. لا واقع الجوال السنغال بلاتي. يلا حسبي على ثلاثة. جوج. نوا ديبو. ها؟ نوا ديبو. لا. شوفوا البنات شوفوا كيف اختار تما. يا زيد. واحد جوج ثلاثة. هذه هي اللي بنتين ديوالي انا. ما هي عاصمة تونس؟ تونس. واحد جوج ثلاثة، عاصمة تونس. ما هي عاصمة لبنان؟ لبنان. الكويت. خطأ. ها هو السي عمران غنطرحو عليه، ما هي عاصمة المغرب؟ المغرب. عاصمة المغرب. هيا جات نورت يسرى، غنقول لها ما هي العاصمة ديال الجزائر؟ عاصمة الجزائر. واحد جوج. شنو عاصمة الجزائر؟ نفسها. صافي ما عرفتش. يلا المهم غادي ندوزو السؤال الأولي، ما هي عاصمة مصر؟ القاهرة. راه سهلت معاك سهلت. يلا بزاف 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 مالك. غادي بسم الله. ما هي عاصمة المغرب؟ رباط. رميمة. سلام. بلاتي عمرة. ما هي عاصمة موريتانيا؟ جزائر. تنديشان. يسرا. الآن دخل الآن الدور ديال يسرا. يسرا جد نفسك، ما هي عاصمة مصر؟ الرصاوة. عاصمة مصر. سير سير. قلاتها من عندك يا مرة، راه كاع كيفحوا. زيد زيد عمر. سير. يا ساهل. سير. عظومة كيبانوا. سير. ما هي عاصمة أمريكا؟ حيد. عاصمة أمريكا عمران. عاصمة أمريكا. دريس.
صاحبي ما نديروش الكرات ما نديروش الكرات يلا ده المهم اخوات غادي نديرو السؤال الاخير ما هي عاصمه سوريا عاصمه سوريا هي دمشق طلعت كيف دمشق عاصمة السودان 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 دوك الكحلانيات السينين انا متقبل المسابقه على طول معنا أميمة غادي تقدم لكم دابا قانون اللعبة اللي غادي نلعبوها دابا يلا شرح لي أميمة دابا كاينين جوج فرقة جوج فراقي زيد جوج فراقي غادي نشوفوا شكون لوح أكثر عدد في الكرات واللي لح أكبر عدد من الكرات غادي نعطيو أي ياخذ جائزة من عندنا واللي ما ربحش غادي ودي لوحو عليها الماء الماء شكرا جائزة كبيرة شنو الجائزة اللي تعطينا؟ العصا يلا نبداو اللعبة يلا فنتفرقوا الفريقين فريق عطينا الأخضر ياك شوفوا فريق الأحمر والأخضر وحنا غادي نحاولوا نشوف شكون غادي يلعبوا شكون غادي أخضر ولا أحمر؟ أحمر الفريق غادي تكون أنت وياه وميمة يسرى الفريق الثاني أنا وعمران وعندنا هذيك يلا الله اول قانون اللعبه هو هذا خصكم تلوحوا اكبر عدد تجيبوه هنا وما دون الكريات وغادي غنزيدوها شويه باش باش ما تلشوش صافي باش ما تلشوش صافي يلا بلاتي بلاتي شكون اللي غادي الاول هنا يلا بدا يا اميمه الو زيد يلا لوحي لوحي اميمه زيد قريبه زيد والو Thank you.